نروح بقى مع حضراتكم مقر النادي الاهلي في الجزيره ونتابع اخبار الفرق والانشطه المختلفه. مراسلتنا هناك موجوده هنا ابو القاسم. صباح الخير عليك يا هنا، مصبح عليك يا انا وكريم، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا نواندو يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة وهنقل لكم آخر أخبار النادي، لكن في البداية حابة أؤكد على جميع الأعضاء أن كل الإجراءات الاحترازية بيتم تطبيقها داخل مقر النادي بالجزيرة، يعني بداية من عدم دخول أي أعضاء بدون الماسك أو ارتداء الكمامة، كمان بيتم التعقيم لجميع الأعضاء عند بوابة الدخول، وكمان تعقيم جميع المقاعد بشكل مستمر، كل ده طبعا حفاظا على سلامة الأعضاء ومواجهة الساكند ويف أو الموجة الثانية من فيروس كورونا. إن شاء الله الأيام دي تعدي على خير وكلنا في صحة وسلامة. خلونا بقى دلوقتي نبدأ بأخبار النادي الاجتماعية. الحقيقة إن إدارة النادي بالتعاون مع جمعية النور والأمل لرعاية الكافيفات بتعلن عن معرض هيتم فيه عرض منتجات الجمعية من سجاد وتريكو ومفروشات. المعرض هيكون الويك أند القادم يوم الجمعة والسبت بمقر النادي هنا بالجزيرة. المعرض هيبدأ 10 صباحا حتى 7 مساء. يا ريت كل الاعضاء تلبي طبعا الدعوه وتحضر المعرض، كل طبعا ايمانا من بدور النادي الاهلي المجتمعي الحقيقه اللي مجلس اداره النادي الاهلي بيحرص عليه منذ توليه المسؤوليه. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لاخبار الفرق الرياضيه ونبدا بكره اليد. الحقيقه سيدات كره اليد فازوا امبارح على فريق 6 اكتوبر ضمن منافسات الدور 16 من بطوله كاس مصر، قدروا يفوزوا بنتيجه 44-17. والحقيقة أن الفريق عمل مباراة كبيرة جدا وقدر بقى يحجز مقعد في دور ربع النهائي من البطولة. الفريق طبعا مستمر في تدريباته استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون يوم السبت القادم أمام نادي هوليليد، ولكن ضمن منافسات بطولة الدوري العام. أما بقى شباب يد 2002 فقدروا أيضا يحققوا فوز على فريق الحوار بنتيجة 38-26 أيضا ضمن منافسات الدور 16 من بطولة كاس مصر ويتأهلوا لدور ربع النهائي. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق ويقدروا يفوزوا بالبطولة. كمان حابة أقول إن كابتن طارق محروس المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد على تواصل مستمر مع لاعبينا الدوليين المشاركين مع منتخبنا الوطني. خلاص بطولة كاس العالم لكرة اليد هتبدأ خلال أيام طبعا مستضيفاها مصر. الحقيقة إن كابتن طارق مستمر على التواصل معاهم وتشجيعهم وتحفيزهم. لاعبينا الدوليين المشاركين هم محمد عصام، عبد الرحمن حميد، محسن رمضان، عبد الرحمن فيصل، اسلام حسن، احمد حسام، ابراهيم المصري، واحمد عادل. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق وبنتمنى لمنتخبنا الوطني التوفيق ان هم يعملوا بطوله كبيره جدا تليق باسم مصر زي ما هم دايما معودنا. ننتقل بقى دلوقتي للعبه كره السله. الحقيقه ان شباب كره السله 16 سنه قدروا يحققوا فوز امس على فريق وادي دجله بنتيجه 61-31 في ذهاب دور قبل النهائي من بطولة المنطقة، وبكده خلاص يعني فريق الشباب خلاص على وشك انه يحصل على بطولة جديدة تضاف لتاريخ كرة السلة بالنادي الاهلي. دي كمان حابة اقول ان كابتن اشرف توفيق طبعا المدير الفني للفريق الاول لكرة السلة وضع تدريب مكثف للفريق طبعا بعد استئناف التدريبات بعد توقف بسبب حصول النادي الاهلي على بطولة الدوري المرتبط، لكن الفريق طبعا استكمل تدريباته امس استعدادا بقى لمباريات الفترة القادمة. والحقيقة أن الجهاز الفني يعني هدفه الوحيد هو تجهيز الفريق بشكل مناسب لخوض مباريات المرحلة المقبلة وكمان تحقيق الألقاب. دي أخبار الفرق الرياضية وكمان الأخبار الرياضية داخل النادي الأهلي. هكون معاكم على مدار الحلقة لو عندكم أي استفسارات. العودة ليكم مرة أخرى. شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزة والشاطرة هنا والقاسم. شكرا.